بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أي أنت مزيدة قد عجبان خطاس نتشكاري وذاني رئيس همندي مزيدة يطاس نتشكا حتى في مغاري المساكينات سهمنت ذا يطاس وسيدي مزيدة قد عجبان خطاس وسيدي الحمد لله رب العالمين. زعم ثم زيدة مليح عجبان تتاخذ قدان عاد نخعون عاد تتاخذ قدان عاد نخعون شويت يقضى قيمة عاد الخدمة قيمة خطس نخدم هذه قيمة تصل رب العالمين خعونة نكمل يطا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نطحب بزاف من دور سيتي انت غنغ انت دي صال دي خيرونا نقراو مرحبا بكم ونتمنى غنغ تزام التصيمة ان شاء الله ولحساب مرسي ورخ الاجواء الرمضانيه ذني دي صال يعني جا الفرق جا الجو الرمضاني نسقوسا فرق خوطس فرق خوطس خصني يعدون ما يميس قوسا الحمد لله نوفذ انت غانغي يعني يجن مسجد المركز الاسلامي كي يلا هكي انت عاد يلا يكمل يازمن هان 30 ديسمبر 2015 يعني ويودنا تيمسر من انت فاحنا الطاس زي وميازم المسجد المركز الاسلامي يعني دي اقليم الخيرونه اي المركز الاسلامي خزاد سي بنا مي تستافد زي ستاس الحوايج يعني زي نستافد يعني الجا ميم يلا قث كبدايه زي سي وايس يعني شنو المشروع تاسس الجمعيه يعني وانتوش الجمعيه خصاص حسن في جنس الشكر ضام قرن مره الاخوان يتوغين ديج السبب يعني زي المركز الاسلامي يوجد نهاره ميمي جن مجهود ضام قران و جن تضحيه ثم غايه الطاس و جا يعني امريكان خزا انه في يعني يوذن يتوغى يت يت يبدن خل يعني خل المركز الاسلامي يعني عاب حنا جن ثقه ضام قران زي يمسن من الجاليه المغربيه اذا انت المسلم اذا انت ذي خيرونا و يعني جن حاش تصبح انت وال يعني نزد نخزا يعني التص يعني الصغ الزات نتورى التص المشاكل يتوغا قين داني تجا مثلا توغا مثلا باش دير عيد ني غذي الجمعه ني ونات بدا تحط حتى راسني روميين يعني لحسن ماني غتزجر ماني ولكن خو الحمد لله يعني المسجد غانغ ويزدي الطافي يعني ويتموني استحاد ويعني جنحش التصبحانت والحمد لله.